شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الحقائق التي نجدها في هذا الكون على نحوين. النحو الأول: الحقائق المتواطية. والنحو الثاني: الحقائق المشككة. كيف يتولد هذان العنوانان؟ وكيف توجد هاتان الظاهرتان؟ أنتم عندما تلاحظون حقيقة من الحقائق، أي حقيقة كانت، الشجر حقيقة من الحقائق، البشر حقيقة من الحقائق، السماء، الماء، وإلى آخر هذه الحقائق التي نشاهدها. عندما تلاحظون هذه الحقيقة وتقيسونها بأفرادها، حقيقة البشر لها أفراد، من هي هذه الأفراد؟ زيد وعمر وخالد وبكر. النبات حقيقة، لهذه الحقيقة أفراد، ما هي هذه الأفراد؟ هذه النخلة وشجرة الرمان وشجرة البرتقال وإلى آخر هذه الأفراد. أنتم عندما تلاحظون حقيقة من الحقائق وتقيسونها بأفرادها التي تحتوي عليها، تارة تجدون أن هذه الأفراد متساوية النسبة إلى تلك الحقيقة، ماكو هنالك تقدم وتأخر لفرد على فرد آخر بلحاظ تلك الحقيقة،
الأفراد كأسنان المشت بالنسبة إلى تلك الحقيقة. هذه الحقيقة يطلق عليها حقيقة متواطية، يعني متكافئة، لا يوجد هنالك سبق ولحوق ولا تقدم وتأخر في انطباق هذه الحقيقة على تلك الأفراد. مثل الماء، ما هو؟ أنتم قرأتم في المدارس أن الماء عبارة عن سائل يتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. هذا هو التعريف العلمي للماء. الماء إلى أفراد، فرد منه ماء هذا البحر الذي يقع خلفكم، هذا فرد من أفراد الماء. ماء المطر فرد من أفراد الماء. الماء الذي يوجد في الحنفية فرد من أفراد الماء. هل تجدون هنالك تفاوت في الحقيقة المائية؟ تدققون جيداً، التفاوت في الحقيقة المائية، مو التفاوت بالعذوبة والملوحة، لأن إحنا ماذا نتكلم في الماء بلحاظ العذوبة والملوحة، ما نتكلم في الماء من حيث السخونة والبرودة، دا نتكلم حول الماء من حيث الحقيقة المائية. هل تختلف هذه الأفراد بلحاظ الحقيقة المائية؟ لا، ماكو هنالك فرق، لأن ماء البحر يحتوي على هذه النسبة المعينة، ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. نفس هذه النسبة تجدونها في ماء المطر، نفس هذه النسبة تجدونها في ماء الأنابيب. إذن هذه الأفراد بلحاظ هذه الحقيقة متكافئة، ماكو هنالك امتياز بين فرد على فرد آخر. هذا نوع من الحقائق التي نجدها في هذا الكون. النوع الثاني حقائق مشككة. يعني شنو مشككة؟ يعني أكو تفاوت فيما بينها، أكو هنالك تقدم وتأخر، مو على مستوى واحد. نأخذ مثال مادي، البياض. البياض هذا اللون الذي نشاهده، إن تلاحظوا أفراد البياض تجدون أن أفراد البياض تختلف بلحاظ حقيقة البياض. عندنا بياض الثلج، وعندنا بياض العاج، وعندنا بياض هذا الجدار، وعندنا بياض القطن. هذه كلها أفراد من البياض، ولكن تشوف أكو تفاوت في نفس البياض، مو في شيء ثاني. عندنا بياض ضعيف وعندنا بياض شديد. الشجاعة كصفة معنوية تجد هنالك فرد عند قدر من الشجاعة، يستطيع أن يقاوم عدواً واحداً،
وهنالك شخص هاي مرتبة من مراتب الشجاعة، حد من حدود الشجاعة، وتجد هنالك بطلاً من الأبطال، تجد هنالك شخصاً يقول والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. سيد المتقين وإمام الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمتلك ذلك الحد الذي لو وقفت العرب كلها أمامه لما وليت عنها. تلك شجاعة وهذه أيضا شجاعة، ولكن فأين الثرى وأين الثريا، فأين الثريا وأين الثرى؟ هذه الحقائق التشكيكية في هذا الكون. على ضوء هذا المدخل نستطيع أن نأتي إلى ظاهرة من ظواهر هذا الكون، وهذه الظاهرة هي ظاهرة التفوق في الوجودات. لا يمكننا أن نقول بأن جميع الوجودات في مستوى واحد. الوجودات تبدأ من وجود ضعيف يكاد أن يلحق بالعدم لشدة ضعفه، موجود من أضعف الوجودات، وعلى تعبيرهم يقع في صف عال الوجود، وهنالك موجود في الطرف الآخر فوق ما لا يتناهى، بما لا يتناهى عدة وشدة ومدة. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الوجود. الوجود مو له مستوى واحد، الوجود ليس كأسنان المشط إذا استثنينا الحقائق المتواطية، وإنما هي مراتب. لا يمكن لوجود ضعيف أن ينكر الوجود القوي لصرف أنه ضعيف. إحنا إذا فرضنا أننا ضعفاء، أننا وجودات ضعيفة، لا يمكن أن ننكر الوجودات القوية. الأقزام لا يمكنهم أن ينكروا وجود العمالقة لصرف أنهم أقزام. هذا الشخص الذي ينكر المعاجز، الشخص الذي ينكر الكرامات، الشخص الذي ينكر خوارق العادة، هذا الشخص لم يفهم حقيقة الوجود. إحنا ما عندنا نوابغ، تجد شخص في الابتدائية ويعيش ويعاني من ذهنية عادية، وتجد هنالك نابغة من النوابغ، عظيم من العظماء، فكره يصل إلى أدق الأمور وأغمض الحقائق. ما عندنا تفوق في الذكاء؟ ما المانع أن يكون هذا الوجود فيه تفوق؟ ما المانع أن يعمر الواحد منا 100 عام؟ ولكن يوجد هنالك وجود متفوق يتمثل في شخص الإمام المنتظر. يعمر 1000 عام
بل يعمر 100,000 عام، لا يمكن إنكار إمكان وجود مثل هذه الظاهرة. هذه الظاهرة نشاهدها في كل موجود. الذي ينكر يستبعد إمكان مثل هذه الظاهرة. هذا الشخص لم يفهم مراتب الوجود، والأهم من ذلك أنه لم يفهم القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. هذا الشخص الذي يقول بأن هذا الشيء محال لم يفهم قدرة الله، لم يفهم أن خزائن الله سبحانه بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. كم نعيش نحن في الآخرة؟ إن شاء الله عندما ينتهي كل شيء ونجلس إخواناً على سرر متقابلين، كم نعيش في ذلك المكان؟ 100 سنة؟ لا. 1,000 سنة؟ لا. 100,000 سنة؟ لا. 100 مليار عام؟ لا. أنت سر بذهنك إلى ما لا نهاية له، إلى حد يرجع الفكر خاسئاً وهو كليل. نعيش إن شاء الله في رضوان الله، في جنة الله، 100 مليار عام. كيف نعيش؟ نعيش بقدرة الله، نعيش بكلمة الله، نعيش بالإرادة الإلهية. ما المانع أن يعيش هنالك فرد في هذه الحياة 1,000 سنة أو 100,000 سنة بتلك القدرة الإلهية الأزلية؟ هذا جانب من جوانب الحديث. الجانب الثاني، الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، مثله مثل الشمس. طبعاً هذا المثال لمجرد التقريب، وإلا الشمس نور مادي محدود، ولا يمكن أن تقارن بذلك النور المعنوي الغير المحدود، لا يمكن أن تقارن بنور الله سبحانه وتعالى. الاستفاضة لا يرتبط بفاعلية الفاعل فقط، يرتبط بقابلية القابل أيضا. إذا نزل المطر وكانت الأرض سبخة، المطر فاعليته تامة، ولكن الأرض السبخة لا قابلية لها، لا تنتفع من هذا الغيث ومن هذا المطر. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه رحمة مهدات، بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. ولكن بقدر ما نوفر نحن من القابلية في أنفسنا، بقدر ما نطهر أنفسنا من المحرمات، من المعاصي، من الغفلة، من الانشغال بتفاهات هذه الحياة، بنفس ذلك القدر نستفيض ونتلقى ذلك الفيض. المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه، صاحب مفاتيح الجنان، هذا رجل حقيقة رجل موفق،
عاش حياة متواضعة كأبسط رجل من رجال الدين إلى آخر حياته. ولكن الآن لعل الكتاب الثاني في عالم التشيع هو مفاتيح الجنان. الكتاب الأول القرآن الكريم، والكتاب الثاني مفاتيح الجنان، تجده في كل بيت. هذا الرجل ينقل أنه دخل عالم من العلماء على السيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه، فقال له سيدنا: أنت سيد عبد الله الشبر كان عالم موفق، آثاره الآن موجودة في المكتبات وحقيقة من الآثار الجيدة، إلى حوالي لعله 80 كتاب أو 100 كتاب. طبعا نقول 100 كتاب وأنتم تسمعون، المؤلف يعرف ماذا يعني الكتاب، كل كلمة وراءها جهد. فإنسان يألف 80 كتاب أو 100 كتاب لا يفهم معنى هذا الشيء إلا المؤلف. قال ذلك العالم للسيد عبد الله شبر: سيدنا، أنت كيف ألفت هذا المقدار؟ كيف وفقت إلى هذا المقدار من التأليف؟ فقال السيد عبد الله: هذا مو مني، هذا مو عطائي، وإنما هذا عطاء الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أنا رأيت في المنام الإمام الكاظم بعد التوسل والتضرع، رأيت الإمام قدم إلي قلما في المنام وقال لي: اكتب بهذا القلم. استيقظت من المنام وإذا بحالتي تتبدل، وإذا بقلمي يجري بشكل لا مثيل له. هذا مو شغلي، هذا عطاء الإمام الكاظم. المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه يقول: صدق السيد عبد الله فيما قال. يقول: أنا في بعض الأحيان ما أتوسل، ما أتضرع إليهم، تمر علي الشهور ولا أستطيع أن أكتب حتى شيئا قليلا، وأحيانا أتوجه إليهم أطلب منهم الفيض والمدد، وإذا بالقلم يجري. ثم يقول: اعلموا أن كل ما ألفته تأليفات موفقة، مفاتيح الجنان، الكنى والألقاب، سفينة البحار. عالم من علماء الغرب قال، شاف سفينة البحار مجلدياً، قال: من هي اللجنة التي ألفت هذا الكتاب؟ قالوا له: هذا مو شغل لجنة، هذا فرد واحد ألف هذا الكتاب. فقال: مو معقول سفينة البحار يكون شغل رجل واحد، هذا شغل لجنة، هذا في الواقع شغل لجنة، ولكن فيضهم عليهم السلام هو الذي جعله يؤلف سفينة البحار. يقول: كل ما ألفته فإنما هو من فيضهم وعطائهم. هنالك رجل متدين يأتي من النجف إلى كربلاء في زيارة الأربعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح هذا الطريق المغلق لكي نوفق إلى لثم أعتاب تلك العتبات المقدسة.
في زيارة الأربعين يأتي إلى كربلاء. هذا الرجل كان يعرف علم الرمل. إحنا عندنا علم الكيمياء، علم الفيزياء، وعندنا أيضاً علم الرمل، علم من العلوم. هذا العلم تكشف به المجهولات. طبعاً مو كل واحد يدعي أنه أنا أعرف الجفر أو الرمل هذا صادق في كلامه، لا، ولكن العلم له واقعية. يفكر أنه بعلم الرمل يكتشف مكان وجود الإمام المنتظر. يقسم الكرة الأرضية إلى أربعة أقسام ويقوم بمحاولات لكي يكتشف أن الإمام في أي جزء. يتبين أن الإمام في هذا الربع. يقسم هذا الربع أيضاً إلى أقسام، وهكذا تضيق الدائرة وتضيق الدائرة إلى أن يكتشف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في صحن الإمام الحسين. وفي القسم الخلفي من الصحن يذهب هذا الرجل. لاحظوا هذا الموقف وهذه الحالة. يشوف رجل كاسب متواضع قاعد يبيع أقفال ومفاتيح، وبجانبه سيد مهيب تبدو عليه آثار الجلال. يرجح أن يكون السيد هو الإمام الحجة. يقف ينظر ماذا يجري. يشوف هذا الرجل كاسب يبيع ويشتري. تأتي إليه امرأة وتقول له: أنا عندي قفل بلا مفتاح، أريد أن أبيعك هذا القفل، بكم تشتري هذا القفل؟ ليسمع الكسبة: الكاسب حبيب الله إن اتقى الله. ولكنه إذا اشتط في نظره، في منطقه، في كلامه، فيبتعد عن هذا الفيض أميالا وأميالا. أهواية صعب حقيقة. واحد في السوق يواظب، واحد في الوظيفة يواظب، واحد في الوظيفة بجنبه امرأة أجنبية يواظب ويحفظ نفسه بكل قوة. كلش صعب. الكاسب يقول لها: القفل بلا مفتاح قيمة فلس واحد، والقفل مع المفتاح قيمته 5 فلوس. ما يتمكن، ياخذ منها القفل بفلس واحد. ولكن يقول: لا، انت بيعيني القفل بماذا؟ انا ابيعك المفتاح بفلس واحد. القفل بفلس، المفتاح بفلس، مجموعهما 5 فلوس. يأخذ القفل يجرب عليه، يجد مفتاحا ينطبق عليه، يبيعها المفتاح بفلس واحد. بعد ذلك يشتري منها القفل والمفتاح ب5 فلوس. ما كان يتمكن يأخذ منها القفل بفلس واحد ويربح 4 فلوس، كان يتمكن. ولكن شاف امرأة تجي تبيع قفل، هاي مرأة مضطرة، وإلا واحد يجي يبيع في السوق قفل بلا مفتاح إلا إذا كان مضطر. أراد أن ينفع هذه المرأة. أحد العلماء في النجف كان يروح إلى البقال. البقال إذا يبقى عنده شيء، هذا الشيء يبقى من الفواكه، هذا يجب أن يلقى بعيداً. بقال متواضع كان، محدود الدخل. واحد يقول: شفت هذا العالم منحني
ودا ياخذ الفواكه مو الجيدة. قلت له سيدنا الناس يأخذون الفواكه الجيدة، ليش تأخذ الفواكه غير الجيدة؟ قال في الواقع هذا رجل فقير، إذا هذه الفواكه غير الجيدة تبقى في دكانه قلبه ينكسر. أنا أردت أن أدخل السرور في قلب هذا البقال. هذا القفال اشترى باع المفتاح بفلس، ثم اشترى منها القفل والمفتاح بخمسة فلوس. حقيقة موقف عظيم. في هذه الأثناء وإذا بذلك السيد المهيب يمر على هذا الرجل ويقول له: إن أصبحت مثل هذا الكاسب أنا آتي لزيارتك، لا أنه أنت تأتي لزيارتي. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ألم يكن يذهب إلى دكان ميثم التمار ويجلس عنده ويبيع بدله التمر؟ لا مانع أن يشمل فيضهم وتشمل رحمتهم الإنسان المتدين المواظب، ويأتون هم إليه لا أنه يأتي هو إليهم. نحن في هذين الشهرين اللذين يتعلقان بالإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشهر ميلاد الإمام المنتظر، والشهر القادم شهر رمضان المبارك أيضا شهر الإمام المنتظر، باعتبار أن كل أعمالنا صغيرها وكبيرها تعرض على الإمام المنتظر في ليلة القدر. ينبغي أن نعاهد الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه على التطهير، الطهر والنظافة، طهر العين وطهر اليد وطهر اللسان وطهر القلب. إذا القلب أصبح طاهراً يصبح محلاً لتلك الفيوضات الغيبية. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.